حظك بايدك هي الفقره اللي بنحكي فيها عن المرحله اللي الانسان هو جاب الحظ لحياته، مش اتكل على الحظ بالمجمل، هو عمل مبادره، دق باب ناس، عمل اي مبادره تقدر نجح بشيء بالحياه، مش اتكل انه هن لازم يحكوني او هن لازم يدقوا بابي. توني بدي خبريه عنك بخبرتك انت، خبريه صارت معك، خبريه مش بالعموميات، صارت معك بتقول فيها انا بوقتها دقيت باب حدا. اوكي. ليزا مرتي قالت لي انا جاي على لبنان، يحني امي وبيي موجودين بلبنان. على الاقل روح اطلبني، معروفين انه نحن مغرومين وتعرفت عليها بلندن الى اخره. رحت على جميزه، طلعت على البيت، دقيت الباب الساعه 1 بالليل، كنت مشغول كثير. جد دقيت الباب، فتح لي عمي. مرتي ارمنيه. فتح لي عمي، ايه توني كيفك؟ قلت له اهلا الحمد لله على السلامة، وصلتوا على لبنان. بدي اقول لك شغلة، انه انا مغروب ببنتك وبجي اطلبها، قال لي خليني واعي مرت عمي، قلت لا مرت عمك، لا 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 لا، كت على الدرس بشرفي. طلبتها بالليل الساعة 1 لأنه هيك بدها يعني، امتى طلبتها؟ بس قال لي مرت عمك ركت على الدرج وهني 40 درجة طلعت. السؤال اللي كان قد ايه عمر شوارب توني حنا، شو هو الجواب الصحيح؟ طبعا معروف اشو جوارب توني حنا، 51 سنة. مظبوط صحيح، 51 سنة توني، ما شلتهم ولا مرة لجواربك. 12631 شخص جاوبوا صح على هذا السؤال. بدي اطلب بالسؤال الثاني، بالسؤال الثاني اللي بيربحوا عربية، إذا ربحوا إذا وصلوا للآخر بيربح سيارة. إيه يا رب دخله ان شاء الله. بدي اطلب من الكاميرا مان بس يصور لنا، لانه السؤال التالي رح يكون عن كاتيا. بدي اياك تعلي ايديك اوكي وصوروا لنا اياها. هو تاريخ الجواز عن كاتيا. عصافير الحب هودي. اوكي شكرا. السؤال هو ما لي عين اطرح السؤال بس اطرح، كم طير موجود على ايد كاتيا؟ كم عصفورة بسوا؟ واحد، ثلاثة، اثنين، عشرة، ثلاثة، سبعة، أربعة، واحد. هلا ما بعرف، هني يمكن واحد طاير فايت حاجت عليها. طبعا فرجيهم حالنا سهل لهم اياها. كم قلبي قلبت الليلة. يعني اليوم في عين. عين الله يستر. انا صبتك بالعين. كاتيا امتى الحظ ابتسم لك بمجهود منك؟ انا بعتبر كل الشيء اللي عملته بدومين التلفزيون كان مجهود مني، يعني هيدي دائما بقولها، لانه ولا مره اجى شيء هيك بكثير بطريقه سهله، او انا كنت حد دائما الاشياء اللي توصل بمجهود. بس تقول كيف بلشت من الاساس، اذا بدك وقتها كان عمري يمكن شيء 15 وصاحبتها لاختي يعني، وانا طولت وكبرت هيك اعطيت اكبر من عمري، فقالت لها في انتخاب ميس توب موديل بالرمال، وكانت مباشره على شاشه ال بي سي، وقالت لها انه كاتيا ما بنقول عمرها 15 بنقول عمرها 18 وتقدم. بفتكر يمكن هون رسمت خط لإلك ورحت وقدمت وطلعت. فمن وقتها بلشت تصوير الاعلانات الموديلينج، بعدها الاعلام والتمثيل. فبس انه ولا مره حسيت انه اجت شغله بطريقه كثير سهله، دائما بحس انه في مجهود. حتى بالتلفزيون البرامج اللي كنت اعملها كنت انا اعمل افكار، اعمل انا الاعداد، بحس انه عم بعمل مجهود لحتى اعطي شيء يوصل بصدق للناس. بدي اذكر المشاهدين انه بتبعتوا الرقم، ما بتبعتوا بالكتابه، بتبعتوا يا واحد يا اثنين يا ثلاثه يا اربعه، لانه في اخطاء كثيره عم توصلنا بالاس ام اس كرمال ما تكونوا ظهرتوا برات اللعبه. ارجوكم ببعتوا واحد اثنين ثلاثه او اربعه، رقم الاحتمال فقط. ندى، نعم، وين الحظ ابتسم لك بمجهود منك؟ أنا صراحة شخص ما بآمن بالحظ، أنا بآمن بالله وبآمن بالفرص. إجاني فرص بحياتي أكيد، ولكن أنا اللي كمان بإيدي يعني سعيت لحتى إني كفي بهذا المجال أو بحي مجال بحياتي. يعني فور إكزامبل، أو وقت كنت بالجامعة فالشخص بين بروجرام معين، انا ما كنت ابدا بمثل ولا شيء، بس كنت ضلني نكت بالجامعه وقلد واعمل حركات، واجاني شخص حدا سالني اذا بتحب تفوتي على هالبروجرام، فتت وابتسم للحظ. ولكن من بعدها كل شيء عملته كان مني انا بمجهودي حتى بقيت لهون، والا لو كانت بس قصه شانس يمكن ما قدرت كفي. قلدي لنا حدا هلا. يلا يلا
في مزيك؟ لا قال لي مين هلا بدك تقلي؟ ما انا فكرت بدي اقلي حدا قلدي. حدا على الواقع على القاعد. ايه اوكي انت يعني. لا بالعكس. انت شو حابب توني؟ هالويف. هلا بعد شوي بترجع بتقلدنا. هلا تاني مرة على واقف خليني. هلا قلت يلا عطيو هالجمال ومن اثنين اليوم معنا مميزين. كلك ذوق ولعيونك بالتوني. اريحتك على كل حال. اريحتك كلك ذوق. مين بدك تقلدي؟ تصور بحبك ولادك في حبك ولكن في بعدك في عز الليالي. هذه أصالة ست أصالة وقدمها تحية. مين جمال؟ أنا تزلت الغرام تزلت الغرام يوم الحبك اتجنني يوم الحبك اتجنني يا أنا 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 تزلت الغرام. الله الله الله. على فكرة لو ما في صوت حلو ما بتقدري تقلدي بطريقة. كلك ذوق كلك ذوق. ماشي لا مزبوطة انت موسيقية مزبوطة. عم يقول لو ما عندك صوت ما فيك تصيبي هودي. وي وسام ليه ما بتقلدينا نتفي وسام بليز؟ ما انه رجال بده حدا رجال يقلده. جربي شو انت عم تعملي؟ هلا لا بس عن جد جربي وسام بشرفي. جرب نتفي عن جد ما بعرف. بس انا بعرف انه وسام بحب يغني. بتحب تغني على طول بلحسك بترندح وهيك عندك كمان صوت. انا بلاقي انه مشروع مطرب. لا مش مصنع. شكرا ندى. ثانك يو. هيثم انت عملت مجهود تحققت شيء بحياتك ما اتكلت على الحظ؟ طول عمري عم بعمل مجهود ولحد هلا عم بعمل مجهود. بس حادثة معينة صارت. شوف معي. انا لو بدي يعني انا ضد الاستسلام بالحياة ما بستسلم. يعني اول ما قدمت على استوديو الفن قدمت ب 92 لما قعدت انا والمخرج سيمون اسمر بوجه له تحية. منو هيدا؟ جيت عم بسأله بس غنيت اول مرور قلت له استاذ شو رأيك فيني يعني انه انا منيح. قال لي شو بدي اقول لك يعني انه وصلت للسما ما وصلت للسما روح فل. ب 92 قطعت مرور واحد. اصريت على الموضوع قدمت بال 96 طبعا ما كان عرفني هو ولا حدا كان فايق لي ب 92 قدمت واخذت ذهبيه وشهاده تقدير اخذت الاول على لبنان. وبعدك بالراس بالصوره وبكل شيء. لكن كم طير موجود على ايد كاتيا كعدي؟ الجواب الصحيح على هالسؤال هن ثلاثه. وينهم؟ 11,835 شخص جاوبوا صح على هذا السؤال. رح نسمع اوديو ومن بعدها بسألكم شو هو السؤال. يلا. شو بدك مني لاحقني من ميل الميل تسبقني اذا فكرك هيك تعلقني طيب خليك انا مش مثل الابياع السؤال هو بدي اياكم تركزوا على السؤال مين الفنانة يلي قلدتها ندى هلا؟ واحد الفنانة أصالة، اثنين بوكاهانتس، ثلاثة إليسا، أو أربعة هيفا. هول الاحتمالات الأربعة. بلاقيكم بعد البريك.